التقى عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية واستعدادات المفوضية لإطلاق انتخابات المجالس البلدية في 97 بلدية في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع المقبلة. وأثنى باتيلي على احترافية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزامهم تجاه وطنهم، مؤكدا مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقديم المساعدة الفنية للمفوضية.